الضربة الجوية كانت عظيمة. الضربة الجوية اللي قادها الرئيس حسني مبارك وهو قائد لسلاح الجو المصري كانت ضربة عظيمة جدا، ويشهد للرئيس حسني مبارك بأنه واحد من القادة العسكريين العظام. الرئيس مبارك سياسيا هناك نقاش وأخذ وعطاء ونقد وقبول، إنما لا أحد يختلف إذا كان هناك اختلاف كبير جدا ولي ملاحظات عديدة حول أداء الرئيس مبارك سياسيا، لكن لا توجد ملاحظة واحدة حول أداء الرئيس مبارك كقائد عسكري عظيم أدى دور عظيم في حرب أكتوبر المجيدة. لأن ده مش تمجيد للرئيس مبارك، إنما تمجيد لقواتنا الجوية وتمجيد لجيشنا وتمجيد لقادتنا وتمجيد للأداء العظيم اللي حصل في الضربة الجوية أثناء حرب أكتوبر. أيام الرئيس مبارك كان كل التمجيد الضربة الجوية، فالناس بقت تهاجم الضربة الجوية، أو الناس عندها غرض بتحاول تهد كل سلاح في الجيش وأدائه عشان تصل في النهاية إلى أنها نصف انتصار ونصف هزيمة، أو إنها هزيمة زي ما الأستاذ هيكل حاول يروج قبل كده. كل ده كلام غير صحيح. الضربة الجوية كانت عظيمة، وسلاح الجو أدى أداء عظيما. السوفييت قالوا إن إحنا لو حاربنا الضربة الجوية بتاعتنا نسبة النجاح هتكون 35%، هو نسبة تحقيق الأهداف من الضربة الجوية هتبقى 35%، ونسبة الخسائر في القوات الجوية المصرية 65%. اللي حصل أسطوري، ده تقدير السوفييت، إن أنت هتحقق نتائج 35%، هتخسر 45%، يعني نص قواتك الجوية تقريبا. اللي حصل إن إحنا القوات الجوية المصرية بقيادة الرئيس مبارك وقتها حققنا نتائج عظيمة واستثنائية. النتائج إن إحنا دمرنا كل الأهداف بنسبة 95%، وإن خسائرنا 1.5%، أقصى تقدير لخسائرنا 2%. فتخيل إنك نجحت في تحقيق أهدافك 95% وإنك تخسر 2% فقط. كان أداء عظيم أداء القوات الجوية المصرية والضربة الجوية في حرب أكتوبر المجيدة.